شوفوا 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 ما شاء الله اسماء وافنان، اش جايبي ليا؟ علاش معدبين راسكم؟ علاش علاش معدبي؟ بالعكس تستاهلوا نتوما الخير. شوفوا مساكن جيبي ليا ورد، والله العظيم الا اش نقول لكم انا حشمت. شوفوا ما شاء الله شحال غزال ومرتب. الله يعطيكم الخير، الله يعطيني القدره نكون معاكم يا ربي. لا لا بالعكس ما كاين حتى شي خير، حنا اخوان الحمد لله، انا اختكم ما كاينش الفرق الحمد لله. لا الحمد لله. يلا مستعدين نمشيو؟ يلا. شوفوا انا شنو لابسه اليوم صراحه، حاطه عدسات كما كتشوفوا جامد زوين صراحه، اول مره نحطهم. ولابسه اليوم عبايه من تصميم صديق. واليوم صراحه يلا غادي تشوفوا لي دابا انا لايف، شوفوا درت ميك اب صراحه، حبيت ندير هذا اللوك سموكي لان اليوم بالنسبه لي سبيشال، بحال اللي غنطلق بيبي جديد ديالي. معايا افنان واختي اسماء، هادو بالنسبه لي اخواتي، واقسم بالله العلي العظيم ربي بوحديته سبحانه وتعالى اللي عارف وحاس بقيمتهم عندي بدون اي حاجه. عزاز عليا بزاف. والبارح كنا البارح فاش شفتو الفلوغ تلاقينا انا وياهم، كان عندي في العراضه اللي درت لصاحبتي، وقلت لازم 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 انني نخلي اسماء وافنان يكونوا معايا اول ناس يجربوا الكونفي ديالي. طولي عمرك. فدابا متجهين، باقي لنا 4 ديال الدقائق ان شاء الله نوصل للفاكتوري تما فين تيتم تصنيع الكوفي. غادي نوريكم دو ا زد كيفاش كدوز طريقه ديال التحميص، كيفاش كيتخلصوا من الحبات ديال الكوفي وكيخليو غير النوعيه الجد جد جد جيده. هادشي هو احسن حاجه، لان الانسان خاص يبيع شي حاجه بكاليتي. يعني انا انسانه كنركز على الكاليتي اكثر من الكوانتيتي، يعني اكثر من الكميه، يعني الجوده اكثر من الكميه. فاليوم ان شاء الله يكونوا هما اول ناس غادي يجربوا الكوفي. انا خاف عليهم ما تنعسوش. انا اصلا مدمنه تعجبك صح؟ انا شويه انا متاكده ميزه كوفي غتعجبك، انا متاكده ان شاء الله باذن الله. فغادي نشارك معكم هذا الشيء كامل، والله اليوم انا فرحانه بزاف 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 بزاف. اللهم لك الحمد يا رب، تكمل عليا بالخير وتكمل على جميع امه المسلمين اللي بخاطروا شي حاجه، الله يوفقوا ليها. او اخيرا اخيرا وجدت الكوفي، وهي هذه بلاند ميزه اخيرا وجدات. ان شاء الله ناخذكم معايا جوله وتشوفوا المكان ديال التخزين وطريقه ديال التحميص، هادشي كامل باذن الله غادي نوري لكم. ولكن انا بغيتكم تشوفوا اللوغو، اهم حاجه وجهي. شوف جربوا الكوفي، شو رايك؟ كتحسي بطعم خفيفة وطعم صافي يا رب. فهمان شبانة. لا بس صراحة جات زوينة. هو هذا ميزة كابتشينو رائع صراحة. صراحة ميكس خفيف ظريف، يعني الإنسان يقدر يشربها يوميا ما عندش ليه حريق في الراس. وخفيفه زوينه حتى بالنسبه للنساء الحامل، يعني يقدروا عادي يشربوها ولكن ماشي بكميات كبيره لان هي مش ديك، بس شو مخففه نفس ما تشوفوا هنايا. درت 30 درت 50% من البرازيل، من كوستاريكا 20%، و 30% من اثيوبيا. بس اهم حاجه صغيره، اهم حاجه انا. فدابا غادي ناخذكم كيفاش صنعت هاد الحبوب ديالكم. دابا غادي ندخلكم الستوك. تعرفوا هاد الغرفه بارده لان شو شحال بارده، شو افنان جمدات بارده. فهنا كتم تخزين الكوفي نفس ما كتشوفوا عليها اللوغو ديال الاماراتي كوفي. هنا كيكون واحد الدرجه ديال الحراره اللي بارده بزاف باش يحافظوا على الجوده ديال الكوفي باش ما تخسرش، لان هاد الكوفي اللي هنا كتكون باقا خضراء. دابا هنا كل هادشي يعني من كوستاريكا، من اثيوبيا، من شو سميت هذيك البلاصه الاخرى مشات ليا من بالي. هنا نفس ما كتشوفوا شفتوا هاد الكوفي، شفتي خضراء خضراء
باقا ما محمصاش هي. فهاد هنا هاد المكان هذا ستوك كامل للكوفي. غادي ندخلوا لهاد البلاصه هنا فين كيحمصوا الكوفي. شي هنا كتم التحميص ديال الكوفي مع اجهزه اللي متطوره عندهم هنا. هاد هاي هاد الجهاز هنايا كيحمص الكوفي بكميه كبيره. وشو هنا كيحط الكوفي في داك الماشين. هاد الماشين كبير بزاف كيتحط فيه كميات كبيره ديال الكوفي. شوفوا هنا كتحمص. عاد كتجي المرحله الاخيره اللي هي هاد الماشين. هاد الماشين شنو كدير؟ اجي نوريكم. هنا كتعزل الكوفي. في عندك شتي هذا الدارك، هذا بالنسبه للحبات اللي تيكونوا فاسدين. ما كيحطوش حبات اللي كيكونوا محروقين، وما تيحطوش الحبات اللي كيكونوا مهرسين، وما كيحطوش الحبات اللي كيكونوا هذا عرفتي كيكون بحال فيهم الدود ولا شي حاجه بحال ماكلين منهم. هاد كيحطوا غير الحبه اللي كتكون جودتها كبيره بزاف، يعني جودتها عاليه. فهاد الماكينه هذه كتقسم، شتي كتقسم هاد الجهه كتقسم هاد الجهه، والكوفي اللي مزيان كيمشي ليها كيتفلتر. فهمتي؟ وكتجي المرحله الاخيره اللي هي هذه. هاد المرحله اللي كيوزنوا فيها الكوفي على كل باكت، وكيتحط كاين كذلك بزاف ديال المشاهير داروا بعد كوفي هنايا، بس هم كانوا اكثر حاجه اماراتيين. وانا الحمد لله فرحانه اول مغربيه تكون في الاماراتي كوفي. الحمد لله بدات اسمي بزز. الحمد لله رب العالمين. هنايا صاحب الشركه كلشي موجود، بس الناس بغيتكم تفهموا ان انا ماشي حليت كوفي، بس درت براند خاصه بيا في الكوفي. فهمتوا؟ وان شاء الله غيكون عندي كوفي شوب ان شاء الله باذن الله، وغيكون هاد ميزه كوفي وغيكون حتى في المغرب باذن الله. باقي شويه ان شاء الله غنبدا هنا وغنسالي في المغرب ان شاء الله باذن الله. وسالينا من الكوفي، غادي نمشيو دابا نجيب بنتي لان خليتها عند لوستي، ودابا مشات هزات على لوستي مشاو للصالون هنايا في ام سقيم. يلاه شادين دابا هي اللوكيشن باش نمشي ناخذها. مشات مع بنتها وداك الشيء باش تقطع ليها. شنو هذا الصوت؟ ايه الراديو، ويلي الراديو خدام. صافي انا برا. صافي حماقيت. فغادي نمشي نهزها ان شاء الله باش نمشيو للدار. بنات ما يمشيو للدار. عتي اليوم انا فرحانه بزاف صراحه. كانوا معايا في الشوتينغ وجربوا الكوفي ديالي، و هما يكونوا هما الناس الاولين غادي ياخذوا الكوفي معايا ندير السومه ان شاء الله باذن الله يطول لي عمر الحبيبه ديالي. ف هادشي اللي كاين غادي نمشيو دابا نهزوها الخبينزه ونمشيو ان شاء الله للدار. شوفوا معايا هنايا المنظر ديال برج العرب كيبان. شوفوا كيفاش كيبان غزال. هنا هما دابا في شد انا لوكيشن في اسواق اللي في ام سقيم، و تما كاين صالون ديال الوليدات الصغار وداكشي. فغادي نمشي. انا ما كانش الصراحه نقطع على ريم شعرها، ولكن قالوا بالموعد يعني ما نقدرش نمشي غير هكا. فغادي نشوف لها ان شاء الله موعد باغي نقطع لها شعرها. وقيلا هو هذا، اوبس وقيلا هو هذا اظني. ها هو هذا. صافي حنا وصلنا. ريم ماما اي مس يو. شو خوينز خوينز. هي 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 يلا زيدي يلا ريم يلا. شو قالت لهم زيدوا معايا. يلا زيد يا خوينز يا خوينز. شي مسكينه في الفوقه. الحمد لله جينا للدار صراحه. داز نهار زويون اللهم لك الحمد. بغيت نشكر اسماء وافنان بزاف بزاف على اليوم هما معايا. وشوفوا مساكن جابوا واحد الكيكه غزيوله وكاتبين فيها مبروك ميزه. شكرا لهم بزاف بزاف. هما باقيين معايا مشغولين بالانستغرام وبالسناب شات والله الا فهاد الشيء كاين. عرفتي باش غنمشي نحيد ليا هذا المكياج. اليوم مركبه عدسات من حاطه عدسات من عدسات. هما عدسات طبيين على فكره، حتى بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يديروا عدسات وكيكون مثلا عندهم الشوف ناقص ولا هذا، فهاد الموقع ديال العدسات كتقدروا من خلاله طلبوا منهم عدسات سواء شفافه ولا الملونه،
وكتختاروا النظر عندكم شحال الكثر ديالو في كل عين. واذا كنتم مهتمين غنخلي لكم رابط ديال العدسات تحت، تقدروا تنزلوا الابلكيشن. وكذلك عندي واحد الكود ديال الخصم غنخلي لكم هنا E7 اللي تقدروا تستافدوا منه باشرف المئة من الخصم. ومني كتنزلوا الابلكيشن وكتسجلوا فيها كيكون عندكم قسيمه شراء بقيمه 37 درهم. كذلك عندهم توصيل فرنسا وبريطانيا، في عندهم دول ديال الخليج كامل، امارات سعودية قطر داكشي كامل عندهم توصيل. اللي كيعجبني في هذا عدسات انا تيبينوا ناتشرال وكيبينوا طبيعيين صراحه. انا دابا دايره لايت غري دابا مع الظلام، ودابا دايره سموكي ايز، ما غاديش يبان لكم اللون مزيان، مي اذا شفتوا في الانستغرام ديالي راه باينين مزيان اللون ديالهم. فهاد الشيء اللي كاين هكذا نهاري، مشيت غير نحيد عليا هاد الحاله نمشي نرتاح واحد شويه مع البنات. وش قلت لكم غادي نمشي نحيد المكياج، ومشيت حيدت لي لونتي وبقيت لان خالد فاق من عسكر كان مسكين ناعسي الله جا من الخدمه ولابسين وكاشخين، وغنمشيو نتعشاو نحتفلوا بالكوفي. شوف الزين ديالي نحتفلوا بالكوفي. الكوفي مالي وين نسيت وعطيت اختك صراحه. اوكي خلاص راضي، ماشي مشكل. هذه ديالنا قريب ان شاء الله الاسبوع الجاي غادي يجيبوا لي الماكينه، يجيبوا لي داكشي كامل. فدابا خارجه انا وخالد، طلعه انا وياه ما غاديش نصور صراحه، طلعه نمشيو نتعشاو وغادي نرجعوا ان شاء الله.